انت شو اسمك؟ يزن. يزن اسمك؟ انا ما بحب اقول عمرك. بحبهم بس ما ما انتبهتي كمان. بنمزح بنمزح بنمزح. بحبها بس ما بعرف اعملها كمان. انا ما بعرف اعمل شيء. مرحبا. كيفك يا حلوه؟ شو الشعرات حلوين مريم فارس؟ الله يخليك. شو اسمك؟ غنى. غنى. غنى اليوم نحن بدنا نسالك سؤالين، بس احذري شو مو لحالك، بدنا نسال معك حدا نشوف من الشارع. رفيقتك ما حتقبل تطلع ما؟ رح نشوف حدا، ناخذ حدا معنا نساله سؤالين، واللي بيربح بياخذ الجائزه. ماشي. انه هيك على الماشي يعني سؤالين. هدول ما حيطلعوا اكيد. لو سمحت من بعد اذنك ممكن بس دقيقه؟ يعطيك العافيه. نحن اليوم عاملين مسابقه، معنا هون صبيه الحلوه. وانت شو اسمك؟ يزن. يزن. يزن انت قد ايه عمرك؟ ليش عمري انا 25. اسمعك انا ما بحب اقول عمري. ايه ليش؟ البنات هي بتخجل قال او بتتردد انه تقول عمرها، مش شباب. انا بعرف. لا بجوز تكون في واحد بنت اكبر مني حاطه عيني. ايش اقول عمري مصيبه. ايوه معك حق. طيب رح نبلش بالاسئله مشان ما نعطل الصبيه لانه مستعجله هي. وانا مستعجله. ايه كم عدد قطع السياره الصينيه بتعرفي؟ ما بتعرفي. رح اغير لك السؤال لانه انت اي صف قلتي لي؟ تاسع. طيب بتعرفي كم عدد الاكواخ الموجوده بجزر المالديف؟ واحد. ما بتحبي جزر المالديف؟ بحبهم بس ما ما انتبهتي كم. التاسع؟ لا. شو بدهم ياخذوا عن جزر المالديف بالمدرسه؟ لا بالجغرافيا بيسفروهم، لازم المدارس تسفرنا لازم. ما عرفتي؟ لا. طيب يزن بدي اسالك كم عدد الاحرف العربيه باللغه العربيه؟ بنمزح بنمزح. ألف من باقة؟ 23. 23 برافو. مش فاهم. لما بتكون حافظ مش فاهم. هاي نقطة ليزن. طيب غنى؟ غنى. شو حلو اسمها؟ شو اسمها؟ غنى. لونك حلوة. كثير حلو اسمها. غنى يعني الغنى واليزن. طيب طيب ليكي رح سهل لك سؤال شوي. بتحبي المعكرونة؟ ايه هذا. طب بتعرفي أول شيء قولي لي مكونات المعكرونة بالبشاميل. ايه أول شيء. بحبها بس ما بعرف أعملها كمان. ما بتعرف تعمل إياها. طيب ما يعني ما رح تعرفي اي عام تم اختراع المعكرونه بالبشاميل؟ شو مواليدك؟ انا ما بعرف اعمل شيء. 2007. 2007 كنا اي صف نحن؟ انا قد ايه عمري؟ كان عمري 10 سنين انا. بالله؟ انا قد ايه كان عمري؟ انت كان عمري انت اكبر، انا اكبر منك بسنة. ما بيسلف عمر من عقله. 8 سنين. انا مواليد 99. ايه من سنة. لا انا اكبر منك بسنتين. ايه 8 سنين. يا الله على الزمن دغري بيمشي. يا الله انا كثير دراما ما. طيب اوكي يزن، من اين تشرق الشمس بسرعه؟ من الشرق. على اكيد الشرق طبعا. طيب شكرا كثير لك يزن، انت ربحت. انا ما جاوبت على شيء. ما جاوبتي انت. يا الله خلص اعطيني علكه. هلا بتشتري علكه. يلا ما تعطيني احسن. هي 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 من يلا تي في. اوكي شكرا باي. غنى قربي لهون. وين رايحه انت شاطحه رايحه؟ شو زعلتي؟ لا ليش ما زعلتي؟ طيب شو ما احلاني ازعل يعني. هيك روحك رياضيه انت. طب يزن هو معنا بالفريق ونحن عم نعمل معك مقلب صغير. بعرف كنت حاسه. كانت حاسه. هي ذكيه. هن هدول مواليد 2007 احساسهم قوي عن جد. لانه الابديت تبعهم جديد. عن جد. الله يحميك يا غنى، وهي الجائزه مقدمه من يلا تي في لإلك. تسلمي. شكرا. انبسطتي معنا؟ ايه ماشي. شكرا حبيبه قلبي. كل عافيه. الله يعافيك. عرفني عن اسمك. تيسير. تيسير. كيف ذكائك يا تيسير؟ يعني يعني منيح الحمد لله. طيب اليوم نحن عاملين مسابقة، بدي اسألك كم سؤال نشوف مين بيربح، أنت ولا نشوف مين بدنا ناخذ معنا أول شيء؟ تمام. مين في ناخذ معنا يا عمر؟ ما بعرف. هذا الشاب ناخذه معنا. يعطيك العافية، مرحبا. ممكن شوي من بعد إذنك؟ قرب تيسير لهون، يعطيك العافية، شو اسمك؟ ليش بدك اسمي؟ عاملين مسابقة نحن. مسابقة شو؟ جائزة. ها شكرا. اسمي يزن. ايه من الاول قولي لي في جائزة. ايه دغري لازم اقول لك في جائزة. يزن بالبيت فكرت رجل ابيض. هو متسابق معنا، بدنا نشوف مين اذكى انت ولا هو. اوكي ما في مشكلة. يلا طيب اول سؤال لتيسير. تيسير بتعرف ما هو معنى كلمة دايو سيسي شو شو؟ شو هي؟ معنى كلمة دايو سيسي.
الوحيدة اللي معاه سي سيسي شوشو دايو سيسي شوشو لا سيمين كمان هي بلغة معينة مصري؟ لا مو مصري لا أجنبية هي اللغة ولا العربية؟ لا هي نص بين الاثنين اندونيسيا؟ روسيا بين الاثنين؟ اندونيسيا شو هي؟ اندونيسيا 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 خطأ هلا. انت منين طيب حضرتك تيسير؟ دير زور انت يا زم؟ فكرته خليجي او سعودي او شيء مغيب في الخليج نعم؟ مغيب في الخليج مضيق خليج. في الخليج بس بدي اسأله سؤال ما انا خايف عن الموبايل يوقع قلبي رح يوقع عادي ما عرفت لا طيب هلا بدنا نسأل يا زلمة بلا صيح الوضع ريلاكس خلاص كم في دقيقة؟ 58 بالساعة الساعة 58 دقيقة برافو صح ولا مو صح؟ لا صح برافو معك حق انت قلت صح مو؟ لا 62 دقيقة هو انا طولت الصيف اما حذفوا دقيقتين من كل ساعة ما بتعرف انت هي المعلومة طيب سؤال تاني إلك ما هو اسم الذي كان يطلق على حيوان الغمازة قبل الميلاد؟ في حيوان اسمه غمازة قبل الميلاد شو كانوا بينادوا له؟ ما بعرف ما بتعرف؟ أبداً؟ لا يا الله ما عم يعرف شيء طب بدي أسألك إسا سؤال ما هو طول أطول نهر في كوكب سمو الكاذب؟ شو؟ عم بدي أسألك الورق الفرات قربت خطأ ما أعرف يا الله ما عم يعرف شيء شو السبب؟ ليش ما عم تعرف؟ إيه غريبة ما بعرف المهم اللي عندي ربحك أنا بدي أسألي واسطين على درسه تفضل هي الجائزة مقدمة من يلا تي في لإلك شكرا لك ولا لطيفة شكرا كثير لك الله معك يا يزان شكرا لك تيسير سلموا زعلت منا شيء؟ لا ليه بس انت ما عرفت يا الله ما عرفت عادي مو؟ يلا بسيطة سلموا اهلك معك؟ ايه كيفك تيسير؟ ليش انزعجوا فيك؟ انا ليش رجعت؟ عميق فيك مقلب انا معهم من الفريق تمام وجائزة لك ما نعلم جائزة مقدمة من يلا تي في إلى أعطينا كلمة ليلا تي في أعطينا كلمة للمنصة تشكركم كثير نحن بنتشكرك لا بس عندها شغل والله يلا روح يلا سلموا